أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا كان الإمام جهمياً وصلى الناس خلفه، هل يعلم الناس أنه يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة أم يسكت عنه وعنهم؟ يتبع في هذا المصلحة وعدم المضرة، فما تقوم في المسجد وتقول ترى صلاتكم باطلة وترى الإمام كذا، لأن هذا يلزم منه ضرر. لكن أن تبين هذا لأفراد الناس سرا وتناصحهم سرا، فلا، هذا شيء واجب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.